هذه الطفلة أولا يجب أن ننظر إليها فيما جرى عليها أثناء هجوم الأعداء الحسين عليه السلام بعد قتله بأبي وأمي على المخيم، ما الذي جرى بها؟ ما الذي حصل معها؟ نيران تلتهب بالمعركة، صراخ، بكاء، عويل، نحيب، تهديد، وعيد، هناك عمليات سرقة، هناك عمليات وحشية يقوم بها الأعداء، ثم ما جرى في السبي، وفي حالة السبي أصعدوا على نوق هزل، بمعنى بلا حوامل بلا هوادج، وعظام النوق كانت تؤذيهم أذية كبيرة جدا. ناهيك عن الشتائم، ناهيك عن السياط التي كانت تنهال عليهم، وهم صفوة بيت لم يسمع أي حرف من حروف الإساءة من قبل، كانوا لهم عزتهم الخاصة، كرامتهم الخاصة، وكانوا بعيدين تماما عن هذه الأجواء. انعكاس هذا الأمر على هذه الطفلة يجب أن يدرس بشكل دقيق جدا، وصولا إلى أن تصل إلى كربلاء، أن تصل إلى الشام. الشام في الشام تجلت لنا صورة مريعة للغاية. هذه الصورة تبدت في البداية بذلك الحلم أو الرؤية التي رأت فيها أبيها الحسين صلوات الله وسلامه عليه. سواء ذهبنا إلى ما تتحدث عنه مناهج التحليل النفسي في علم النفس أو ما إلى ذلك، أو ذهبنا إلى مقولتنا في الأحلام والرؤى بأنها من الله سبحانه وتعالى، مهما يكن إحساسها بالغربة، إحساسها بالحاجة إلى رؤية الحسين عليه السلام، إحساسها بالعطش إلى شوق في شوقها إلى الحسين، جعلها ترى هذه الرؤية. وهنا تساؤل، حينما مشت كل هذه المسيرة، ألم ترى رأس أبيها هو على التساؤل الرماح؟ يطرح انها هي عاشت المعركة وهي تسمع ما يجري وترى ما تسمع ليس ما جرى، بالضرورة أنها عاشت صورة المعركة، عاشت أجواء المعركة، لكن بالضرورة هي لكن يعني هنا الكلام، جزء من هنا الكبير من الكلام، مصارع اخوتها وكذا. يعني هناك مسيرة طويلة كان رأس الحسين، رأس العباس، رأس إخوانها محملين على أسنة الحرام. هل رأتهم وكانت مذهولة؟ لم تتحمل المشهد بحيث لم تصدق الذي ترى؟ أم أن حالة الذهول أوصلت بها إلى أن تتصور أنها أمام كابوس وتريد أن تنتهي منه؟ بالنتيجة على بكائها حينما استفاقت وكانت تريد الحسين عليه السلام، بطبيعة الحال أبكت كل الموجودين ولم يكن في أيديهم جوابا ما يمكن لهم أن يجيبوا عليه. هنا الحالة المريعة التي يجب أن نلتفت إليها في طبيعة تعامل الطاغوت والظلمة مع أبسط القيم الإنسانية، مع طبيعة طفولة بريئة من بيت له عزته وكرامته. كان سكيرا عليه لعائن الله حينما سمع بكاء النساء وصراخهن، سأل، قيل له بأن طفلة للحسين رأت أباها وهي تريده،